بابا كنت عاوز اقطع بقى، مش انت خدت مني الساندوتش؟ بس يا آسل يا حبيبي، بس يا إيلام، العبوا مع بعض يا حبايبي. اصل هو خد مني الساندوتش يا بابا. مش مشكله يا حبيبي، اللانش بوكس مليانه، خد واحد غيره. بس هو خد اللانش بوكس ما فيهاش كام نسيج. ماشي، هجيب لكم سندوتشات واحنا مروحين. يلا انت سي سوري على اللانش بوكس، وانت سي سوري على المكعبات، وسيبوا بقى بابا يشتغل. يلا. نادي يا ابني على القضيه اللي بعدها. قضيه وفاء عز العرب لهيطه ضد زوجها عبد الباري حسنين القرشي. مدعي اتفضل. سليم مصطفى حاضر. حاضر عن المدعي يا فندم. ايه ده؟ مش حضرتك ضابط في دائره العجوزه؟ بالظبط يا فندم. بس انا اعرف ان الضباط بيحولوا محاميين في القضايا الكبيره، ودي قضيه طلاق. دي مش اي قضيه يا فندم، القضيه دي بالنسبه لي حياه او موت. شوقتني اعرف تفاصيل القضيه. المحاميه فاطمه حسنين يا فندم، حاضره عن المتهم يا فندم. متهم؟ مفيش متهم هنا، دي قضيه طلاق. معلش يا فندم، اصل المتر فاطمه لسه خبرتها قليله في المحاماه. اسم الله عليك انت راضي عن المحاماه وانت في اللفه. ها اسم الله عليك انت يا بنت. وبعدين اتفضلوا. فين الاستاذه وفاء؟ افندم يا سعاده القاضي. احنا هنا يا استاذه وفاء، هنا. معلش قولي لنا يا استاذه، عايزه تتطلقي ليه من جوزك؟ كاذبه. جرايه يا استاذ، هي لسه قالت حاجة؟ وبعدين أنت مين عشان تتكلم هنا من غير ما تستأذن؟ عذراً عذراً سيدي القاضي، لقد انفعلت. أنا المدعى عليه الأستاذ عبد البارئ حسنين القرشي، أستاذ اللغة العربية والدين بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الدقي بنين. كذبة ليه يا أستاذ عبد البارئ؟ إن كل ما سوف تقوله المدعية هو كذب وتضليل وتلفيق وترهات. تر إيه؟ ترهات كلمة عربية جميلة لها جرس على الأذن، مرادفها بلغة السرسجية فسة. هو دايما كده يا سعادة القاضي، عصبي خلقه في مناخيره وعامل زي الحقنة. تشبيه غير بليغ، لم توفقي، فكان من الأجدر بك أن تشبهي العصبي بكيس الفوار وليس بالحقنة. سيد القاضي، إني بريء من كل هذه التهم، لأني اسأل عني في الدقي وكل أصدقائي، اسأل أمي حتى تقول لك أني أمتاز بأني هادئ الطبع خفيف الظل، ألقي بعض الطرف من حين للآخر، كما أني شديد الكاريزما، والكاريزما باللغة الأجنبية. يا سيدي عارفها عارفها الكاريزما عارفها. إيه اللي أنت بتقوله ده وإيه اللي هي بتقوله؟ هنا ما حدش يتكلم غير لما يستأذني. آه أولاد الكلب. آه آسف آسف، مش أنتوا. آه ما تسيطر على العيال شوية يا شوقي، معلش معايا كده. آسف. كملي يا أستاذة وفاء. عايزة تطلقي من جوزك ليه؟ ها؟ ها أنت لسه هتهوهوي، ما تحكي يا فوقة. حاضر يا ماما، اصبري عليا. عشان عشان هو اللي عماني وضيع شبابي يا سعادة القاضي. منك لله يا ظالم، كان متجوز بنتي وردة مفتحة. رجعالي صبارة يا بيه. احكي له يا بنتي اتعاملتي ازاي؟ أنا كنت واقفة بطبخ زي كل يوم، ولقيته جايب سيف كبير وحطه على الجمر وحطه قدام عيني في عماني. جمر وسيف؟ ليه؟ أنت متجوزة أبو لهب؟